في أخبار المصارعة. الحقيقة هو خبر مش جيد. النهاردة حصلت أزمة لبعثة منتخب المصارعة اللي أنهت مشاركتها في منافسات بطولة التصنيف العالمي اللي كانت في الفترة طبعا من 3 ل 6 مارس كانت في إيطاليا. الحكاية أن رحلة المنتخب هتتحرك من إيطاليا تطلع على هولندا، وبعدها اللعيبة هينزلوا ترانزيت في هولندا قبل ما يتحركوا بطيارة تانية لحد المجر، وبالتالي كان مطلوب من البعثة إنها تخضع لمسحة كورونا في المطار قبل ما يركبوا الطيارة اللي هتروح أو اللي طالعة على هولندا. البعثة وصلت المطار قبل ميعاد السفر بحوالي تقريبا 3 ساعات، وكان في تأخير من جانب المطار في عمل المسحات لكل الوفود المسافرة. على ما اللعيبة عملت المسحة كانت طيارة هولندا طارت. شركة الطيران وفرت طيارة تانية لكل اللي تأخروا عن الرحلة، لأن التأخير بسبب الإجراءات في إيطاليا، الناس ملهاش ذنب. لعيبة منتخب المصارعة كانوا من ضمن اللي موجودين في المطار، زي ما حضراتكم شايفين قعدوا على الأرض كده وقت طويل جدا في مطار روما، وبالشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم الثلاثة الموجودين في الصور دول محمد إبراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع وسمر حمزة، ثلاثة نجوم ونجوم كبار جدا عليهم أمال كبيرة جدا في أولمبياد طوكيو، خصوصا ان كيشو حسم التأهل بالفعل، ولسه سمر وعبد اللطيف منتظرين بطولة افريقيا لحسم تأهلهم للأولمبياد، وان شاء الله قادرين على حسم التأهل. ثلاثة مش معاهم، خدوا المفاجأة بقى، ثلاثة مش معاهم مسؤول من اتحاد المصارعة، ثلاثة مش معاهم إداري، وده موقف تعرضوا ليه وأزمة كان لازم يكون في مسؤول معاهم يقدر ان هو يحل لهم مشكلتهم. المنتخب كان حقق نتائج جيدة في إيطاليا من خلال ميدالية فضية لسمر حمزة، ميدالية فضية لعبد اللطيف منيع. ما ينفعش اللي بيحصل ده، يعني بيقول ايه نقطة ومن اول السطر حصل لكل المتواجدين او اللي اتأخروا كلهم، وده خارج إرادة الجميع، ولكن كان لازم يبقى في مسؤول معاهم من اتحاد المصارعة سواء إداري او مسؤول، لان الوضع ده وضع صعب بالنسبة للأبطال. انت بتعول على ميداليات أولمبية معاهم بإذن الله، محتاجين حاجة، محتاجين يجيبوا حاجة، يعني وقت طويل قعدوا في المطار، يعني احنا جايبين الصور في 2 قاعدين في الأرض وواحدة نايمة، يعني حاجة لا تليق باسم أبطال بيحملوا علم مصر. اتمنى موقف من اتحاد المصارعة وتوضيح سريع لغياب مسؤول مع اللاعبين الثلاثة، ونعرف ايه الأسباب اللي حصلت بسببها غياب مسؤول يكون موجود لحل أي أزمة ممكن يتعرض ليها لاعبي المنتخب.